بالصحه والعافيه. اليوم جيتكم بوصفه جديده اللي هي عباره على ملوي اللي كنعتمدو انايا من زمان، وكيجي رائع وبسيط وسهل في التحضير وكيجي ناجح مليون في المية، وانا متاكده انه غادي ينجح معاك من التجربه الاولى. وغادي تعتمديه في رمضان، ممكن انك تحضري منه كونتيتي كثيره او كميه كثيره وتوضعيها في الكونجيلاتور ما تطرالي حتى حاجه بحال يلا صايبتيه. اول حاجه انا هنايا عندي واحد 4 ديال زلايف ديال الفورس الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. انا هنا كنستعمل ثريا تيعجبني، تيكون رطب هكا تيجيبيه الملوي زوين وناجح 100%. هنا عندي 4 زلايف. المهم كميه الطحين كنديروا الفورس النصف ديالو قمح، هذه هي الكميه اللي كان اي حاجه عبرتوا بها الفورس عبروا مثلا الا عبرتوا مثلا 4 ديال الكيسان ديال الفورس عبروا 2 زلايف او 2 كيسان ديال 2 كيسان ديال الفينو. هنايا عندي 2 زلايف كما قلت لكم، كندير الضعف او نصف ديال الكميه ديال الدقيق الابيض نصفها فينو، او هنايا كنقولوا ليه السميد الناعم جدا. هذا سميد ناعم جدا، ها انتم شوفوا كيفاش داير بالنسبه للناس اللي ماشي من المغرب، سميد ناعم جدا. كيس من خميره الحلويات ما يعادل 8 غرام، كنستعمل نصف في العجين والنصف الاخر مع السميده في التوراق. ملعقه من العسل، هذه الملعقه كتعطينا واحد اللون غزال الملوي ديالنا، جربوه وغادي تولوا معتمدينه في المسمن والملوي ديالكم احسن من السكر. قرصه ديال الخميره انا في الاول ما كنتش كنديرها، ولكن فاش جربته بهاد القرصه الخميره عطانا واحد الفرق كبير في الملوي. الا كنتو عندكم الخميره المعجونه كديروا واحد هكا قد الحمصه ديال العجينه ديال الخميره ديال العجينه. هنايا عندي واحد الكميه من الملح على حسب الذوق، هنايا تقريبا واحد المعلقه ما عامراش. بالنسبه للتوراق كنحتاجو سميده متوسطه، ها نتوما سميده رقيقه، حنا كنقولها سميده رقيقه باش الناس اللي ما يعرفوش الفرق ما بين السميد والفينو. ها انا عارفه بالنسبه للناس كلشي كيعرفوا هذا الشيء، ولكن انا هذا الشيء كنقولو بالنسبه للمبتدئات. شوفوا الفرق ما بين السميده وما بين الفينو، نتمنى انه يكون واضح لكم. هذه السميده كيكون حبيبتها شويه كبار، هذا تيكون مايل شويه للطحين، تيكون هكا. هذا هو الفرق. هنايا عندي واحد الكميه على حسب الكميه ديال الملوي اللي عندي، تقريبا واحد نص سلافه. غادي نضيف ليها كيف ما قلت لكم نصف من هذه الخميره، هذه ديال الحلويات غنضيفها لهاد السميده فاش غنبغي نورق. الماده الدهنيه غنحتاج ليها زبده، هنا عندي تقريبا واحد 100 غرام ديال الزبده، خلطت ما بين الحيوانيه وما بين النباتيه، وضفت لهم هنا كان عندي 4 زلافه ديال الزبده وزدت عليها كملت عليها بالزيت. وإلا احتاجيت مازال زبده غادي نزيد نذوب زبده اخرى ونزيد عليها زيت اخر. هذا غنحتاجو للتوراق. بالنسبه لفاش كنكون كنورق المسمن او العجينه المسمن، في الاول كنستعمل الزيت فقط والزبده كنديرها فاش كنورق المسمنه صافي. اخر حاجه غنحتاجو ماء لجمع العجين واللي تيكون ما باردش وما مسخونش، يلاه طاير ليه السمر ديالو وصافي. غير حيت دابا الحال بارد شي شويه، اما فاش كيكون الحال سخون راه كندير ماء بارد من الصنبور. يلا دابا غادي هادو هما المقادير، ودابا غنتوجهوا لطريقه التحضير وكيفيه التحضير بحول الله. اول حاجه غنبداو بها هي اننا غادي نوضعوا الدقيق في البول ديال العجانه. انا هنايا كنعجن في العجانه، اللي بغى يعجن بيديه يعجن، انايا باش نسهل عليا الماموريه قلت غادي نستعمل العجانه. اما النتيجه نفسها، الا سواء عجنتي بالعجانه سواء عجنتي بيدك. صافي دابا غادي نوضع الملحه حسب الذوق،
نزيد الخميره، نزيد نصف من الخميره ديال الحلويات، ونخلي النصف الاخر للسميده التوراق. صافي دابا غادي نزيد هذاك المعلقه الصغيره ديال العسل اللي قلت لكم كتعطي واحد الفرق في الملوي ديالنا. علاش لا البنات، بحال هاد الوصفات نحضروهم، نخصصوا واحد العشيه كيف ما درت انا دابا، واحد العشيه نخصصوها وندير واحد الكونتيتي اللي غادي تهنينا السيمانه كامله من عجن 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 عجن. نزيد الماء، العجينه ديال المسمن راكم عارفين كيفاش كتكون، ما كتكونش جاريه وفي نفس الوقت ما كتكونش قاسيه. دابا غادي نخليكم حتى تعجن العجينه ونتلاقاو من بعد. شوفوا معايا العجينه فاش تعجنات وتكيكات مزيان مزيان، شوفوا كي ولات مطاطيه وطايعه ورطبه في نفس الوقت وما كتلصقش في اليد. ها انتما شوفوا كيفاش دايره عجينه الغزاله وناجحه في 100%. كناخذوا شويه ديال الزيت كندهنوا به سطح العمل وكنشكلوا من هاد العجينه كريات بالحجم اللي بغينا. الا كنتوا باغيين ملوي اللي يكون الحجم ديالو كبير فكتطبعت الحال كتكبروا الحجم ديال الكره، اما الا كنتوا باغينو في الوسط ما كبيرش وما صغيرش فكديروا هاد القياس اللي درت انايا. وباش كتعرفوا بلي العجينه مدلوكه وناجحه 100% كتشوفوا هذوك الفقاعات اللي كتكون في العجين، هذا كيدل على ان العجينه غتعطيكم ملوي ناجح 100%. كنستمروا في تشكيل العجين على شكل كريات وكنخليهم يرتاحوا، ضروري يرتاحوا على الاقل واحد ربع ساعه حتى نصف ساعه. اما الا ما كنتوش مزروبين فخليوها هكاك واحد 4-5 سوايع على حسب واش كثرتوا الخميره او لا. هنايا كنغطيهم بلاستيك غذائي او بلاستيك عادي وكنخليه يرتاح على خاطر خاطرو باش ما ارتاحت العجينه باش ما كتكون تعطينا نتيجه افضل. هنا ايضا كندهنوا عاوتاني مره اخرى سطح العمل بالزيت فقط، وكناخذوا الكريه بعد ما ارتاحت وطاعت. شوفوا معايا راها طالقه وغادي تساعدنا في العمليه ديال اننا غادي نطلقوها بكل سهوله وكتبعنا. ان فوا كنحطوا يدينا العجينه كتبعنا، شوفوا معايا ما شاء الله واحد العجينه اللي غزاله وغادي تنجح معكم من اول استعمال. ولا كان عندكم الوقت وما فيكم ليدلك وما كانش عندكم العجانه فممكن انكم تعجنوا العجينه عادي، غير تخلطوها وتلوحوها هكا في بلاستيكه وتسدوا عليها مزيان، اولا شي بواطه تكون هكا بالغطايه ديالها وتكون محكمه الغلق، هكا كتعجن العجينه بوحديتها ما كتحتاج منك لا مجهود لا دلك لا حتى شي حاجه. هنايا كندهن بالزبده، ضروري كندير واحد الرشه هكا ديال الزبده، ومن موراها كندير رشه من السميده اللي خلطت معها النصف المتبقي من خميره الحلويات. هنا واحد الملاحظه اللي مهمه هو انكم ما خصكمش تكثروا في السميده فاش تبغوا ترشوا، غير شويه غير رشه خفيفه، لان هذه السميده الا كثرتوا منها كتشرب لكم الرطوبه وكتشرب لكم الطراوه ديال العجينه وكيجيكم واحد الملوي اللي مدقص وناشف ويابس من الداخل. فرشوا رشة خفيفة لا دابا ولا حتى في العملية ديال اللف ديال العجين من بعد، ترشوا رشة خفيفة أولا كنستغناو عليها بالمرة. وإلا حبيتم أنكم تبدلوا أو تستخدموا الفينو في بلاصه السميده فممكن انكم تستخدموا الفينو في بلاصه السميده لانه تيكون رقيق وما تيكونش هكا تيشرب السوائل ديال العجينه والرطوبه ديال العجينه بسرعه. صافي دابا كنواصل العمليه كيف ما درت الاولى وكنعاودها للثانيه. طريقه باش كنلف العجين طريقه اللي زوينه وكيجي بها واحد الملوي اللي مفروق كيجي بحال الرزيزه، كيجي زوين وهكا فتي من الداخل وفي نفس الوقت كيعطي واحد التقرميشه من على برا. كناخذ العجينه كنلفها كنطويها بحال غادي نطوي شي مانطا، هانتوما بحال كنطويو الكواش
طريقة ديال الطي ديال الكواش هكاك نفسها هكا، ما كتعذبوش معاه، ما كتبقاوش تاخذوا الكره وتبقاو تسرحوا فيها بحال الطريقه التقليديه، هكا كيجي مورق وكيجي زوين. صدقوني الا تبعتوا هاد الطريقه كتجي خطيره خطيره، وغتعتمدوها وغتقولوا لي الله يرحم لك الوالدين عليها. المهم كنستمر نفس الطريقه حتى كندير واحد 3 4 5 ديال الكريات بحال هاد الطريقه، وكنخليها هكاك مسرحه، لان فاش كتخليها هكاك مسرحه راه هي كتعاود تطلق، فاش كتجي كتبغي تلقيها عاوتاني باش تلفيها كتلقيها طلقات صافي. وكدابا كنسالي معاهم حتى كنكملهم، تنديرو هكا كما قلت لكم واحد 4 أو 5 صافي. كنشد دابا الاولى اللي طلقتها، كنحاول انني نبسطها واحد شويه وندهن بالزيت ونرش رشه خفيفه الا كنت باغا، ما كنتش باغا بلاش شويه ديال السميده صافي. وكنبقى نلف هنا عمليه اللف، ما نزيروش كنلفو غير كندفعوها هكا بيدينا وصافي، لان الا زيرتو العجينه وانتوما كتلفو فيها راه غادي يجيكم واحد الملوي اللي ما خاويش من الداخل وغادي مدقس ما زوينش. لذلك خاصكم تلقوا يديكم في الطريقه ديال اللف صافي. هنا كناخذ هذوك الجوانب وكنلصقهم هكا، هذا الطرف الاخير من العجينه كنلصقوه هكا في الجوانب ديال الملويه صافي، وكنخليها على هذا الشكل. كنحاول انني ندخل هذوك الجناب هذوك الطرف في الجناب ديال الملويه ونحطها، ونستمر على الطريقه حتى كنكمل هذوك الربعه كاملين. حتى كنكملهم كاملين عاد كنبدا نهز كل وحده وندورها ونضغط عليها كيف ما غادي نوريكم من دابا شويه. هانتوما شوفوا معايا دابا راني شديتها ودورتها قلبتها وضغطت عليها ونخليها ترتاح بما نكمل الاخرين. فاش غادي نجي غنبغي نطيبهم غنلقاها ارتاحت وطلقات، غتجيني ساهله في انني نطلقها باش نطيبها. شوفوا معايا العجينه كيف دايره، شوفوا الفقاعات اللي كتكون في العجين، هذا دليل ان العجينه ناجحه في 100% وغادي تصدق معكم من اول تجربه كيف ما قلت لكم. دابا صافي كملت العجينه كلها على نفس الطريقه، غادي ناخذ شويه ديال الزيت او الزبده ونبسطها غير واحد شويه، الملوي ما كيبغيش يتطرق هكا بزاف، خاصك تبسطيها غير واحد شويه وخصوصا من الوسط باش ما تبقاش هكاك معجنه صافي. كناخذ انايا عندي هاد المقله اللي كبيره هكا وما عندهاش الجوانب، كنحاول انني نسخنها مزيان ونخليها على نار متوسطه، وكنبقى نرشها واحد شويه بالزبده او زيت، ونحط الملويه ديالي وان فوا نحطها نقلبها في البلاصه، وكنبقى نستمر انني نقلب، ضروري انني نقلب الملوي كل ساعه كل شويه نقلبها، كل ساعه كل شويه نقلبها، هذا كيساعد ان الملويه كتفتح لينا من الداخل وكتجي خاويه وكتجي مهويه من الداخل. حاولت في هذا الفيديو انني نعطيكم كل التفاصيل وكل الاسرار باش ينجح معكم الملوي، هذا كلام كنوجهه خصوصا للبنات المبتدئات او للناس اللي كيديروا الملوي ما كيصدقش معاهم، كيجيهم هكا قاصح وما سميتو وما مخاويش، هذا كيجي زوين رطب ومقرمش من على برا وطري من الداخل، كيجي واعر واعر. البنات جربوه وردوا عليا في التعاليق كيفاش جاكم، وردوا عليا حتى في الانستغرام، غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي في صندوق الوصف، صيفطوا لي التطبيقات ديالكم غنكون جد سعيده وجد فرحانه الى صيفطوا لي شي حاجه شفتوها عندي في القناه وطبقتوها ونجحت معاكم 100%. كنتمنى انها تنجح معاكم كيف ما انا كتنجح معايا، وصدقوني انني كنشارك معاكم كل التفاصيل صغيره وكبيره على اي حاجه كنصايبها وكتصدق معايا كنبغي نوصلها لخواتاتي كلهم. المهم صافي كنستمر في الطياب ديال الملوي حتى كنكمل الكونتيتي، راه انا درت تبارك الله خير الله نص طيبتو نص طيبه اللي غادي نحتفظ به في المجمد، والاخر طيبتو طياب كامل اللي غادي نتناولوه في ديك الساعات. بالنسبه للمجمد راه كيبقى فيه غزال اون فوا كتخليه حتى كيبرد، كتجمعيه هكا كتلوي عليه هكا شي بلاستيك غذائي سولوفان ولا شي حاجه صافي مزيان مزيان، وتوضعيه في الكونجيلاتور راه تيبقى معاك مده ما تيوقع عليه حتى شي حاجه، كتجبديه كتخليه يطلق وكتبداي
تعاودي تكملي ليه الطياب ديالو راه كيجي رائع. هنا من بعد ما كيطيب ليا الملوي كناخذو كنخبطو هكا ما بين يديا باش كيزيد كيتفتح وكيبانوا هذوك الطبقات ديال الملوي غزال بحال كيجي بحال الرزيزه. شوفوا معايا شوفوا ما شاء الله كيفاش داير. هنا راه باقا سخونه ما قدرش حتى نهزها ولكن قلت بلاتي نوريها لكم من الداخل كيفاش جا. كيجي غزال 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 ورطب كيف ما قلت لكم وفي نفس الوقت مقرمش من على برا وبنين بنين بنين بنين. هنا بغيت نتشارك معكم هاد الزبده اللي رائعه رائعه. هي نباتيه ولكن فيها واحد المذاق غزال ماشي بحال الزبده النباتيه اللي معروفه ديال لابواط. راه كيجي كتجي بها الملوي زوين وبنينه فيها واحد الملوحه غزاله غزاله غزاله. جربوها وردوا عليا في التعاليق. هنايا كنوريكم الكونتيتي اللي غنخلي هكا في المجمد والكونتيتي اللي غادي نتناولوها في الحين. هذا هو الشكل النهائي ديال الملوي ديالي. كيجي رائع غزال جربوه واكيد اكيد غادي ينجح معكم وغادي ينفعكم في هذا رمضان. كاين انا كنعرف الناس بزاف عندهم الملوي من الضروريات يتحطوا في المائده الرمضانيه. وصلنا لنهايه الفيديو. عواشركم بروكا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله. بسلامه.